بيكم في موضوع يمكن يكون مرعب. هنتكلم عن الثعابين وعلاقتها بالجن. هل في علاقة بين الثعبان والجن؟ هل العلاقة هذه فعلا موجودة؟ في حاجة بين الاثنين؟ الثعبان ما له علاقة بالجن، لكن الجن له علاقة بالثعابين. الجن أحيانا بيتصوروا أو بيتشكلوا بصورة ثعبان. ليه؟ إيش اللي يخلي الجن يتشكل بصورة ثعبان؟ قبل لا نتكلم في الحكاية هذه، نفتكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا لما نشوف ثعبان داخل المنزل نحرج عليه 3 مرات. ليش نحرج عليه؟ لأنه أحيانا بيكون نوع من الجن. ليش الجن بتشكل بصورة ثعبان؟ بتشكل بصورة ثعبان أو بصورة كلب أو بصورة قط، بتشكل بصورة حيوان يكون أعداؤه قليلين. يعني الجن ما بتشكل بصورة فأر، ما بتشكل بصورة مثلا سحرية أو حاجة يكون لها أعداء كثيرين، لكن الكلب، القط، الثعبان أعداؤهم قليلين، وخصوصا الثعبان، لأن الثعبان كل الناس بتخاف منه، فبالتالي ما بنتعامل معاه مباشرة. من نعم ربنا علينا إنه خلى الجن يتشكل بصورة ثعبان داخل المنزل. ليش الحكاية هذه حاجة كويسة؟ أتخيلوا لو واحد فيكم دخل المنزل في يوم من الأيام ولدى جوة البيت أو في غرفة من الغرف كلب، هل العقل يستقبل؟ هل العقل يتحمل الحكاية هذه؟ هل نقدر نتحمل إنه نلاقي حيوان جوة غرفة مقفلة؟ هذه صعبة، وصعبة جدا، العقل البشري يمكن ما يتحملها. أي حيوان لو شفناه داخل المنزل، حيوان كبير، صعب إنه نتحمل الموضوع، صعب إنه نتقبله. لكن لو كان ثعبان هنخاف، هيكون عندنا رهبة، لكن هنتقبل الموضوع، هنفكر كيف نتصرف. كلنا بنخاف، لكن هنخاف نتقبل الموضوع ونبدأ نفكر كيف نتصرف. الجن بيتشكلوا بصورة ثعابين، لكن بيكون لهم مواصفات خاصة، أشكال خاصة، الجسم بيكون كبير، بيكون ضخم، العيون مميزة، اللون يا إما بيكون لون أبيض لو كان جني، أو بيكون لون أسود لو كان شيطان. ما ندخل في تفاصيل الجن ومراتبهم ودرجاتهم وألوانهم، لكن اللي يهمنا إنه نعرف إنه في علاقة بين الثعبان وبين الجن. الجن بيسوي أصوات غريبة. قلنا في حلقة أصوات الثعابين إنه الثعابين عندها 4 أصوات أساسية ما عندها غيرها، اللي هي الفحيح، الكشيش، الجلجلة، والقرقعة. هذه الأصوات الخاصة بالثعابين. لكن لما ندخل في موضوع الجن هنلاقي إنه ممكن الجن يسوي أصوات غير الأصوات هذه. ممكن يسوي صوت صفير، ممكن يسوي أصوات زي صوت الإنسان، ممكن يسوي جلبة أو غلبة، أصوات غريبة عجيبة. هذه كلها بتورينا إنه اللي بنتعامل معاه ما هو ثعبان، جني. خصوصا في البيوت القديمة ناس كثير بيشتكوا انه بيسمعوا اصوات وبيشوفوا ثعبان، وفي اعتقاد سائد عند الكثيرين انه فعلا في كل بيت في حاجة اسمها ساكن. الساكن هذا مو ثعبان، الساكن هذا نوع من الجن، فاصحاب البيت ما بيتعاملوا معه، بيسيبوه في حاله، لانه عندهم معتقد انه هذا جني
وساكن في البيت فما يجوز نأذيه أو نقتله، لأنه القتل حرام حرمة الإنسان بالضبط. حنتكلم في الحكاية هذه في موضوع الرفاعية إن شاء الله، لما نتكلم عن الرفاعية والعساوة حنتكلم عن الحكاية هذه بالضبط. لكن الجني ما يتقتل إلا بحد شرعي بالضبط زي الإنسان، فعشان كده الناس بيسيبوا الساكن في حاله، ما بيأذوه ما بيتعرضوا له، ويمكن أحيانا بيقدموا له الأكل وبيقدموا له الماء عشان يعيشوا في سلام معه. موضوع الجن زي ما قلت موضوع كبير وموضوع صعب إنه نجمع تفاصيله، لكن مهم إنه نعرف إنه الجن بيتشكلوا بصورة ثعابين. أي واحد يشوف ثعبان حتى لو كان ثعبان عادي، قبل أن نقتله نستعيذ بالله أو نقول أي حاجة فيها ذكر الله. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.